نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين تقريراً حول دراسة مقارنة لأسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في الدول العربية لعام 2017، بيّنت أن أسعار خدمات النطاق العريض البرودباند الثابتة والمتنقلة في مملكة البحرين تعتبر من الأقل سعراً على المستوى العربي. وأجرت شركة استشارية مستقلة متخصصة في هذه المقارنات هذه الدراسة التي تقارن أسعار خدمات الاتصالات في الدول العربية مع الأسعار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وأشارت الدراسة إلى أن أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة انخفضت بنسبة تصل إلى 33% بين عامي 2016 و2017، كما أكدت أن مشغلي خدمة الاتصالات المتنقلة في البحرين يقدمون هذه الخدمات بأسعار أكثر تنافسية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، قال القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة إن الهدف من هذه الدراسة هو مراقبة تطور سوق الاتصالات في المملكة مقارنة مع الدول العربية والدول المتقدمة في إطار تنفيذ واجبات الهيئة في حماية مصالح المستخدمين وتعزيز بيئة اتصالات تنافسية متقدمة. قام وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة النائب الثاني لرئيس الغرفة السيد محمد عبد الجبار الكوهجي، ترافقه لجنة الأسواق التجارية للدورة الحالية، بزيارات ميدانية إلى الأسواق التجارية في المملكة. وجاءت الزيارات بهدف الاطلاع عن قرب على أبرز الصعوبات التي يواجهها القطاع والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية بالمملكة. وأكد الكوهجي بأن الزيارات إلى الأسواق التجارية سوف تتواصل لمعالجة كافة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في البحرين وخاصة الصغيرة والمتوسطة، مبينا بأن الأسواق التجارية في المملكة تلعب دورا حيويا في دعم الحركة التجارية والسياحية، مما يعزز من قوة ومتانة القطاع الخاص البحريني والاقتصاد الوطني. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع. نبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1343 نقطة بارتفاع نسبته 0.10%. وقد شهدت التداولات اليوم ارتفاع قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الخدمات، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,375,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 950,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 86 صفقة. وشهدت أسهم قطاع البنوك التجارية أكبر النشاطات خلال تداولات اليوم، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة ما نسبته 66% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على شاشة أقفلت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الخضراء مدعومة بصعود أسعار النفط والنتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية. نبدأ أولا مع السوق المالية السعودية التي ارتفعت بنصف نقطة مئوية تقريبا مغلقة عند مستوى 8405 نقاط بارتفاع أغلب مؤشرات البورصة السعودية بقيادة الأسهم القيادية مثل سهم سابك ومصرف الراجحي. نتحول إلى الخاسر الوحيد في تداولات اليوم، بورصة الكويت التي شهدت انخفاضا بنسبة 0.15% مقفلة عند مستوى 5336 نقطة بتأثير سلبي من انخفاض قطاعي الخدمات الاستهلاكية وأيضا الاتصالات. ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 20 نقطة المئوية مقفلا عند مستوى 4696 نقطة متأثرة بارتفاع غالبية مؤشرات البورصة ويتصدرهم قطاع الطاقة.
فيما أقفل سوق دبي المالي بارتفاع أيضا بنسبة 0.55% مقفلا عند مستوى 2900 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي التأمين وأيضا السلع الاستهلاكية. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 0.36% مقفلا عند مستوى 4456 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي المال وأيضا الخدمات. هذا وحققت أسواق المال الخليجية صافي تدفق أجنبي بنحو 2.21 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بدعم من السوق السعودية التي تدفقت إليها الأموال الأجنبية بشكل قياسي هذا العام. وبحسب تحليل استند إلى بيانات صندوق النقد العربي، فقد عادل صافي التدفق الأجنبي في السوق السعودية 16 ضعفاً مقارنة بباقي دول الخليج العربي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبلغ نصيب السوق السعودية أكثر من ملياري دولار، في حين بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية لبقية أسواق الخليج نحو 131 مليون دولار بحسب ما ورد في صحيفة الاقتصادية السعودية. شهدت السنوات الأخيرة تناميا سريعا في العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 50 مليار دولار، ما جعل الإمارات على مدى سنوات متتالية ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم. ويزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الإمارات على رأس وفد كبير بهدف تعميق أواصر التعاون التجاري والثقافي والعلمي بين البلدين. وتستحوذ الإمارات على 23% من حجم التجارة العربية مع الصين، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية الثنائية نموا يصل إلى 80 مليار دولار في العامين المقبلين وفقا لمركز التجارة الخارجية الصيني. النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: العملات الرقمية تعمق خسائرها هذا العام لتتجاوز 30 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي. أبقى صندوق النقد الدولي على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج القرض. في المقابل حذر الصندوق من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتخرج المستثمرين من أسواق الناشئة، وأبقى على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر عند نسبة 5.5% في السنة المالية 2018-2019، فيما رجح أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار. ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم 14.4% للسنة المالية ذاتها. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد قد زادت. وقالت فيتش في بيان أن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من BB بلس إلى BB، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة. وأرفقت الوكالة تصنيفها بأفاق مستقبلية سلبية، ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا. ولفتت الوكالة إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية. واصلت أسعار العقارات هبوطها في بريطانيا خلال الشهور الماضية، وتواصلت أزمة السوق العقاري مع اقتراب استحقاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وازدياد المخاوف بشأن الانعكاسات الاقتصادية على الخروج. ويعتبر السوق العقاري في بريطانيا بالغ الحيوية والأهمية، حيث يستقطب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات من مختلف أنحاء العالم بما فيها منطقة الخليج العربي. وبحسب البيانات التي نشرها موقع العقاري زوبلا، فإن السوق العقاري البريطاني بالمجمل خسر 35.5 مليار دولار من قيمته خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وذلك على الرغم من التباين في تراجعات الأسعار من منطقة إلى أخرى وبين مدينة ومدينة داخل بريطانيا.
ارتفع الناتج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات في شهر مايو الماضي بدعم السلع المعمرة وغير المعمرة والسلع الوسيطة. وكشفت بيانات صادرة عن يوروستات أن الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو نما بنحو 1.3% في شهر مايو الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه بنحو 1.2% في شهر مايو. وأوضحت البيانات أن إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة نمت بنحو 2.1% في مايو، كما زادت السلع الوسيطة بنسبة 1.6%، أما سلع الرأسمالية فقد ارتفعت بنحو 0.7%. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. عمقت العملات الرقمية خسائرها الأسبوعية لتتجاوز 30 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وحصدت العملة الرقمية الأشهر بيتكوين أكثر من 31% من إجمالي الخسائر الأسبوعية للعملات الرقمية، كما جاءت عملة EOS بمقدمة العملات التي حققت أكبر خسائر أسبوعية بنحو 22%. وخلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 10% بعدما تراجعت من مستوى 277 مليار دولار في تعاملات صباح الأحد لتسجل نحو 247 مليار دولار في تعاملات يوم السبت.